صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد التابعين كان عابدا زاهدا عالما اسمه محمد بن واسع، كان معروفا بعبادته، ومع هذا شوف دائما كثير العبادة تجده يخاف ذنبه، وقليل العبادة تجده يتساهل بذنبه. محمد بن واسع يقول كلمة جميلة، يقول: والله لو كان للذنوب رائحة ما جلس إلينا أحد. يعني نحمد الله أن سترنا مع ذنوبنا، مع أنه كان عابدا زاهدا ورعا، ومع هذا يقول: والله لو كان للذنوب رائحة ما جلس عندنا أحد من الناس. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوب خائفة، أنهم إلى ربهم راجعون. يعني يصلون يصومون يذكرون الله يتعبدونه، ومع هذا القلوب وجلة من لقاء ربها. أحد التابعين اسمه عامر بن عبد الله، كان من شدة تواضعه كان يقول لأصحابه إذا أرادوا سفرا: اخرج معنا، وكان سيدا من سادات قومه في العبادة والعلم. قال: أخرج معكم في السفر بشرط واحد. قال: وما شرطك؟ قال: أن أكون خادما عليكم لا ينازعني في ذلك أحد، وأن أؤذن لكم بالصلاة لا يشاركني أحد. يعني الأذان علي والخدمة علي. ثم قال: وأنفق عليكم طوال سفرنا. يا الله، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تتكبر على الناس، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. إبراهيم ابن أدهم رحمه الله معروف، كان من أبناء ملوك خراسان، ترك الملك وأهله وقصره والنعمة التي هم فيها، وهاجر وعاش زاهدا في هذه الدنيا متعبدا لربه متعلما لدينه، وعاش هذه الحياة. معروف قصة إبراهيم. يوم من الأيام كان يمر مع صاحب له فوجدوا قبرا، فجلس إبراهيم عند القبر يدعو لصاحبه بالرحمة ويبكي. فقال صاحب إبراهيم: من هذا؟ قال: هذا قبر حميد بن جابر. قال: من حميد بن جابر؟ قال: أرأيت إلى هذه المدن؟ إنه أميرها. في يوم من الأيام رأى رؤيا، كان يعيش مترفا في لهو وغرور وزهو، فرأى رؤيا جاءه ناصح في المنام: يا حميد، إلى متى وأنت على هذه الحال في غرورك ولهوك ودنياك وزهوك؟ متى تتوب إلى الله؟ أخذ ينصحه، يقول: ففزع من نومه وتذكر: إي والله، إلى متى يا حميد؟ فترك الإمارة وترك الملك وترك الثراء وهاجر واعتزل الناس وجلس في هذا الوادي يتعبد ربه ويختلط بالفقراء والمساكين. يقول إبراهيم بن أدهم: فكنت آتيه أزوره أجلس معه يذكرني وأذكره. انظر، كلهم كلاهما ترك الملك وعاش لوحدهما، لكن أي حياة عاشاها؟ إنها الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صحيح تركوا الملك، لكنهم عاشوا مع رب الملك جل جلاله، فعاشوا أجمل حياة، إنهم
الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين هم المختار وصى أن نراهم مثالا يحتذى للعالمين وقدوة جيلنا خلقا ودينا وصفوة دهرهم والمخلصين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين.